عام كامل يقضيه الجندي السابق في الجيش الأمريكي جون ماكنتاير كمرتزق أجنبي في أوكرانيا. فبراير من هذا العام يغادر للانضمام إلى الجانب الروسي. يأخذ معه كل شيء، ملفات وخرائط ومعلومات استخباراتية، ليكشف أن الخطوة كانت خطته منذ البداية. Why are you here? لماذا أنتم هنا في روسيا؟ أنا شيوعي يعادي الفاشية. علينا محاربة الفاشية في كل مكان. قررت الذهاب إلى أوكرانيا لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات المفيدة وعبور خط المواجهة إلى الجهة الأخرى. أردت تنفيذ مخططي عندما كنت في خاركوف، لكنني رأيت أن لديهم قناصة يطلقون النار على المنشقين. خلال عام كانت جون في الغالب مع وحدات المرتزقة الأجانب، يراقب ويسجل الأسماء والأماكن والجرائم والوقائع على الأرض. ماذا عن جرائم الحرب؟ لا أعرف من أين أبدأ. في اليوم الثاني بعد وصولي كنا في الفوف. أدخلونا قبو مدرسة ووضعوا مجموعة من المدنيين في الطوابق العلوية. فإن تعرضت المدرسة للقصف فسيبدو الأمر وكأنه قصف للملجأ. تصرفوا بذات الطريقة في دانييتسك وخاركوف. كنا ننتشر في المباني السكنية، فإن قصف الجانب الآخر ووقعت إصابات بين المدنيين يجلبون فرقا إعلامية ويقولون انظروا إنهم يقتلون المدنيين دون إظهار منازل تعج بالجنود. يكشف جون أيضا عن معلومات حول مدى تورط الولايات المتحدة في الصراع. الولايات المتحدة تشارك في الحرب. عندما كنت في الفيلق الأجنبي كان هنالك ممثل للاستخبارات العسكرية من البحرية الأمريكية. من البحرية الأمريكية؟ نعم، كان في الفيلق الأجنبي ولديه هاتف يعمل بالأقمار الصناعية وكمبيوتر من CIA. يتصل كل يوم بشخص ويتلقى معلومات حول المواقع وتحركات القوات وما إلى ذلك، واسمه ماركوس على ما أعتقد. وفقا لجون فإن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بالأسلحة والبيانات لشن الهجمات. يمكن للأوكرانيين ومرتزقتهم الأجانب فقط التصويب وإطلاق النار نحو هدف تقرره واشنطن. يدرس العسكريون الروس ووكالات إنفاذ القانون كمية كبيرة من البيانات المقدمة من قبل جون. لديهم بالفعل قوائم بجرائم الحرب، والآن تضاف إليها قائمة بأسماء جديدة تتطلب العمل والتحقيق لسنوات كثيرة مقبلة.